رسالة لازم تأديها على أكمل وجه، رسالة لازم توصلها بما يرضي الله عز وجل. رسالة إيه؟ التدريس، التعليم. عارف يعني إيه مدرس؟ يعني بيفضل يتكلم ويعيد ويزيد ويعلي في صوته لحد ما يوصل آخر اليوم فعلا مش بيكون عنده طاقة يتكلم مع حد. المدرس بيواجه كمية أسئلة وبيتحط في كمية مواقف ولازم يكون عنده رد أو بيعرف يتعامل معها. المدرس ساعات بيكون مش قادر يقف على رجليه من كتر التعب اللي فيه، وبرغم ده بينزل وبيشتغل أيا كان مذكر أو مؤنث. المدرس ممكن يكون فعلا تعبان وجاي على نفسه وبيشتغل ويلاقي طالب مش معاه أصلا أو طالب مش مركز أو بيتكلم. تخيل أنت لو مكانه هتعمل إيه؟ ما تفتكرش اللي شغل المدرس شرحه بس، لا، دي رسالة لازم يأديها على أكمل وجه، لازم يأديها بما يرضي الله عز وجل. ما تفتكروش إن شغل المدرس شرحه بس، لا، ده بعد ما بيخلص بيجهز لشغل تاني يوم أو بيعمل مذاكرته أو امتحاناته أو بيدور لحضرتك إزاي يسهل لك ويوصل لك المعلومة بطريقة سلسة. المدرس ممكن يجي فعلا على صحته من كتر الضغط اللي عليه، وممكن في أوقات بيكون خلاص مش قادر، لكن رغم كده لازم يؤدي الرسالة بتاعته على أكمل وجه. لولا المعلم ما كان الأطباء، ولا تفنن في الإعمار بناء، فلتكرموه ولا تقسوا عليه، فما أهانه غير من في عقله داء. داء الجهالة بالإذلال يدفننا، والعلم نور به للمجد إحياء. دائما تقدم، دائما أدي الرسالة بما يرضي الله عز وجل. والسلام، ختام.